في ظل التحديات العصيبة اللي احنا بنمر بيها، ايه والتحديات الجامدة ممكن اهل مثلا يستصعبوا عليهم ده، فايه هي افضل نصائح ان احنا نقدر بيها نربي اطفال اسوياء يقدروا ان هم يكونوا متكاملين في كل شيء، عندهم العلم العصري والعلم الديني؟ صحيح، يعني انت عاوزة الوصفة المتكاملة للسلوك القويم، ازاي الدين يدفعنا للامام وللحضارة وللحياة وفي نفس الوقت يبقى عندنا ميزان للآخرة. نعم. أعتقد كده. نعم. كل اللي أنت طالبك ده موجود في القرآن. تصور لما أقول لك أي طلب ليكم في القرآن الكريم موجود. في سورة القصص ربنا بيتكلم عن كان قصة واحد اسمه قارون. بتهيألي أنت سمعته عن قارون. نعم. ويقول لك مال قارون، الرجل اللي كان عنده مال كثير ده، اللي ربنا بيقول إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لا تنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح. شوفوا بقى الوصايا دي اللي انتوا هتسمعوها، خمس وصايا جايين ورا بعض. الخمس وصايا دول هم ميزان الحياة. واحد، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. خمس حاجات. إذ قال له قومه لا تفرح، يعني ما تتكبرش، ما تغترش بنفسك، ما تنساش نفسك، ما تنساش شكر النعمة. أدي معنى كلمة لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. وبتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، يعني لابد أنك أنت تحرص على مكانك يوم القيامة، وعلى أنك ستسأل يوم القيامة عن النعم التي أنعم بها عليك. ولا تنسى نصيبك من الدنيا. محدش قال لك حرم المتعة، احنا لسه كنا بنتكلم عن الموسيقى اهو اهو. ولا تنسى نصيبك من الدنيا. الدنيا يعني ايه؟ الدنيا أتعلم يعني تعليم كويس، او اشتغل شغل كويس واتعلم تعليم كويس، مرضاش بأقل حاجة اقدر ان انا هل الدنيا الشغل بس والمتاع برضو ان انا استمتع بحياتي واقضي وقت كويس وكده. تمام. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال انما الحياة الدنيا لعب ولهو. لو كانوا حرام كان ربنا خلص الموضوع وقال إنما الحياة الدنيا حرام. خدت بالكم؟ فربنا نفسه بيقول إنما الحياة الدنيا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فما قالش إنها حرام اللعب ولا الله واللعب. أدي المعنى. فعشان كده حتى بيقول في سورة الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا. قارن التجارة بإيه؟ باللهو. لو كان اللهو حرام ما كانش هيعمله صحابة. ده بيتكلم عن الصحابة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا فضوا إليها وتركوك قل ما عند الله خير من اللهو. وطبعا ما حدش قال حاجة في دي. احنا عارفين إن ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. إنما السؤال هو هل اللهو والتجارة حرام؟ التجارة حلال واللهو حلال. ما هو الصحابة مش هيعملوا حاجة حرام. فاللهو طالما ما بيلهيش عن ذكر الله مباح، يبقى مباح. تمام. ادي الميزان اللي عاوزين نقوله اللي ربنا قاله في سورة القصص وابتغي فيما اتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين.